مسائية عامرة بالمحبة والسعادة والدعوات الصادقة مشاهدينا، أن تكونوا في صحة وعافية. أمسية جديدة من برنامجكم من عمان، وفرصة متجددة أن نلتقي بكم عبر ساعة من الزمن نتابع فيها سويا أيها الأحبة أبرز الأحداث الوطنية على الساعة، ونتابع أيضا مشاهد الوطن من عطاء وبناء وإنجاز في مختلف الميادين. الليلة أنتم على موعد مع مجموعة من المتابعات. نبدأ مشاهدينا بالحديث عن فعاليات مؤتمر عمان الدولي السادس لسلامة وجودة الغذاء، انطلق اليوم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يأتي ضمن فعاليات أسبوع سلامة الغذاء لهذا العام. مشاركة أيضا واسعة على المستوى المحلي والعالمي، أبرز القضايا تواجه سلامة الغذاء والمستجدات والتحديات المستقبلية أيضا في هذا الإطار. تفاصيل الليلة من خلال ضيف في المحطة الأولى. في حديث آخر، تساؤل كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل التعليم، من ضمن تساؤلات لقاء نظمته وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم والمستجدات العالمية في هذا السياق. أيضا التفاصيل في متابعات الليلة من برنامجكم من عمان. أما الختام مشاهدينا، كما تابعنا في مختلف وسائل الإعلام أيضا مختبرات منجم التي تأتي تماشيا مع التوجيهات السامية لتسريع تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي. نتحدث اليوم عن منجم، عن المرحلة الثانية. طبعا كلنا نعلم بأن تنظمه وزارة النقل واتصالات تقنية المعلومات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. تفاصيل منجم وأهدافه حاضرة من خلال ضيفتنا في المحطة الأخيرة من أمسية الليلة من برنامجكم من عمان. إذن هذه بالنسبة لمتابعاتنا الحوارية، بالإضافة إلى تقارير تبرز جماليات عمان من شمالها إلى جنوبها. أهلا بكم حضورا عبر القناة العامة من الساعة 9 وحتى 10. أكثر من 800 مليون إنسان يواجهون الجوع حول العالم، و149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و45 مليون إنسان على وشك مواجهة مجاعة. أرقام مفجعة وخطر داهم يواجه سكان العالم، خاصة الفئات الأكثر ضعفا في الدول النامية نتيجة انعدام الأمن الغذائي. فما هو الأمن الغذائي؟ لجنة الأمن الغذائي العالمي تعرفه بقدرة كل شخص جسديا واقتصاديا واجتماعيا على الحصول على تغذية كافية وسليمة ومغذية تمكنه من تلبية حاجاته الغذائية ليعيش حياة سليمة ونشيطة. ولمناقشة أبرز القضايا والتحديات واستعراض المستجدات المتعلقة بضمان مأمونية الغذاء، انطلق بمسقط مؤتمر عمان الدولي السادس لسلامة وجودة الغذاء. حاليا في الوقت الحاضر في كثير تحديات كبيره على المستوى الدولي، يعني موضوع الكوفيد وبعد الكوفيد الحروب اللي عم بتتم، فموضوع سلاسل الامدادات في قطاع الاغذيه صارت حرجه جدا، وهذا بتطلب شوي اعاده النظر بطريقه اداره سلاسل انظمه الغذاء. فيما يتعلق في سلامه الغذاء بالذات، هذا زاد صعوبات اكثر على الدول، بالذات الدول العربيه والدول المستورده للغذاء، بحيث انه منظومتها لسلامه الغذاء لازم تتم اعاده النظر فيها حتى تتأقلم مع هذه المستجدات ويكون سرعة الاستجابة سرعة أكبر. وإحنا سعيدين نشوف أنه في الدول العربية بالذات
وفي سلطنة عمان في تقدم واضح ملموس في منظومة سلامة الغذاء، اللي أكيد راح تساعد السلطنة في تكون جاهزة لأي تحديات مستقبلية قادمة. المؤتمر يستعرض على مدار 3 أيام 45 ورقة عمل علمية يقدمها مختصون وخبراء من داخل السلطنة وخارجها، يناقشون 5 محاور رئيسية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لسلامة الغذاء وإدارة المخاطر الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وسلامة وجودة الغذاء ودورها في تعزيز الاستدامة في القطاع الاقتصادي. نحن ليس بمنأى عن العالم، يعني لكل يتأثر بسلاسل إمداد الغذاء وما يستجد في العالم، لكن يعني حضورنا وتعاوننا وتنسيقنا مع المنظمات الدولية المختصة في مجال جودة وسلامة الغذاء سيقلل إن شاء الله من التأثيرات هذه، ونعمل جاهدين بإذن الله تعالى. وهذه يعني المؤتمر هذا خير دليل على أن يعني التعاون الدولي واقف صفا واحدا في مواجهة هذه التحديات. ويصاحب المؤتمر الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع سلامة الغذاء معرض متخصص يشارك فيه 29 مشاركا من الجهات الحكومية المعنية بسلامة وجودة الغذاء وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما تابعنا مشاهدينا تفاصيل اليوم الأول من فعاليات مؤتمر عمان الدولي 6 لسلامة وجودة الغذاء، يستمر حتى 2 تفاصيل مختلفة حول أبرز القضايا المتعلقة بمأمونية الغذاء والتحديات المستقبلية برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا بمدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه الدكتور حسين بن سمح المسروري. مساكم الله بالخير دكتور، نرحب بك في برنامج من عمان. أهلا وسهلا، نشكر لكم الاستضافة وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على المؤتمر وجهود المركز. يا هلا فيك. نبدأ من فعاليات أسبوع الغذاء لهذا العام كجزء أيضا من هذا الحدث. نعم، البداية كانت في عام 2013 عندما أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته 6 من نفس العام بإقامة أسبوع أو بتخصيص أسبوع لسلامة الغذاء بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية سلامة وجودة الغذاء لدى مختلف شرائح المجتمع. ومنذ ذلك العام والجهات المعنية تحتفل بهذا الأسبوع. الأسبوع يكون حافل عادة بعدة فعاليات متنوعة، فعاليات فنية، فعاليات توعوية للمجتمع، فعاليات تتعلق بالمدارس، فعاليات تتعلق بالمصنعين. تساهم في هذه الفعاليات مجموعة متنوعة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، طبعا في مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز سلامة وجودة الغذاء أو بكافة المديريات المعنية في المحافظات، بالإضافة إلى الشريك الأساسي أيضا قطاع البلديات، هو قطاع معني أيضا بسلامة وجودة الغذاء. الجهات البحثية الأكاديمية أيضا لها دور في الاحتفال بفعالية أسبوع سلامة الغذاء. الوزارات المعنية كوزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي أيضا من خلال الكليات والمدارس. الهدف من كل هذه الفعاليات هو رفع درجة الوعي بأهمية سلامة الغذاء، والفعاليات تتنوع بتنوع هذه القطاعات. جميل. من ضمن هذه الفعاليات البارزة كما تابعنا أيضا في التقرير المؤتمر 6 يتعلق هذا العام بمأمونية الغذاء والتحديات المستقبلية. كمدخل للحديث عن المؤتمر، تساؤل لماذا المؤتمر وما هي أهدافه وتحقيقها أيضا؟ هناك طبعا في العادة الكثير من الأهداف التي تحققها مثل هذه الفعاليات العلمية، ولكن ربما كتقديم لأهمية هذا المؤتمر، طبعا نحن في النسخة 6 من المؤتمر منذ عام 2013. صحيح. تم إقرار توزيع الفعاليات بحيث يتم عمل بعض الورش في عام
ومؤتمر في العام الآخر. في هذا العام نحتفل بالنسخة السادسة من مؤتمر عمان السادس لسلامة وجودة الغذاء. البحث العلمي يتقدم، وهناك يعني تقدم مضطرد في نتائج البحث العلمي. صحيح. هذه النتائج دائما ما تساهم في تعزيز المنتجات الغذائية، مأمونية المنتجات الغذائية. هناك أيضا ملاحظة في تحسن في سلاسل الإمداد واللوجستيات، إلا أن هذا التحسن عادة ربما تقابل أخطار جديدة. لذلك منظومة البحث العلمي لا تتوقف، فهذا أحد الأسباب أن نستمر في استقطاب مجموعة من الخبراء. صحيح. للجلوس فيما بينهم والالتقاء أيضا بمتخذي القرار وبالجهات الرقابية العاملة على إنفاذ سياسات سلامة أو منظومة سلامة وجودة الغذاء. أيضا لاكتساب الخبرات، رفع القدرات، قدرات العاملين، رفع كفاءة قدرات العاملين في القطاعات المعنية بسلامة الغذاء، اكتساب خبرات من خارج السلطنة. مثل ما أسلفت سابقا، التحدي الجديد هي قضايا معاصرة حقيقة في سلامة الغذاء. يعني عند دخول صناعات جديدة في الغذاء ينتهي المطاف أيضا ربما بميكروبات حديثة، فيروسات جديدة، يعني ينبغي أيضا التعامل معها بشيء من الحذر. لذلك نحتاج إلى رفع كفاءة العاملين سواء في المنشآت الغذائية أو في المختبرات البحثية التابعة للجهات المعنية لسلامة الغذاء. هذا العام أهم محاور المؤتمر تتلخص في ماذا؟ نبرزها للمشاهد الكريم. نعم، هذا العام لدينا 6 محاور، أبرزها ربما الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة التي تساهم في تعزيز منظومة سلامة وجودة الغذاء. لدينا أيضا محور يتعلق بإدارة المخاطر الغذائية وعلاقته بالأمن الغذائي. لدينا محور يتعلق بالتحديات المعاصرة في مجال سلامة وجودة الغذاء وتغذية الإنسان. أيضا لدينا محور عن سلامة وجودة الغذاء ودوره في تعزيز الاستدامة للقطاع الاقتصادي، وهناك أيضا محور عن ممكنات النظام الفاعل، أي نظام سلامة غذاء فاعل يساهم في صناعة غذاء مأمون وسليم للاستهلاك بمختلف أركان منظومات سلامة الغذاء، سواء ابتداء من التشريع وانتهاء بمائدة المستهلك، أي المنتج النهائي. نعم، يعني حديثك دكتور يقودنا للحديث بشكل خاص عن جهود السلطنة، عن واقع السلطنة في جودة وسلامة الغذاء، وهنا بكل تأكيد نتحدث عن مركز سلامة وجودة الغذاء. نبدأ نقرب المشاهد الكريم من هذا المركز، اختصاصاته المختلفة. نعم، المركز أنشئ طبعا في عام 2019 بمرسوم سلطاني، تم نقله في عام 2020 إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهذه نقلة كانت جيدة لتقريب الجهات المعنية بالغذاء في موقع واحد. للمركز تقريبا بحسب القرار الصادر في عام 2021 17 اختصاص، ممكن إجمالها كأهم اختصاص هو وضع السياسات والتشريعات والقوانين والمواصفات والقياس والمواصفات القياسية الخاصة بمنظومة سلامة وجودة الغذاء، كونها أهم ركن في المنظومة. لديه أيضا اختصاص الرقابة والتفتيش في المنافذ الحدودية لضمان دخول منتجات سليمة إلى داخل السلطنة. لديه أيضا اختصاص تأهيل المنشآت الغذائية، وعند الحديث عن التأهيل نتحدث عن رفع جودة هذه المنشآت. لديه أيضا اختصاص القيام بأعمال التحاليل المخبرية التي أيضا تضمن سلامة المنتجات التي المتداولة. لديه أيضا اختصاص البحث العلمي، هذا اختصاص أيضا مهم. ولدينا أيضا اختصاص يتعلق برفع كفاءة العاملين في هذه المنظومة، سواء العاملين في المركز أو في العاملين في قطاع المنشآت الغذائية. نعم، يعني من 2019 نعم. وحتى اليوم، ما هي أبرز الأعمال، أبرز الإنجازات لهذا المركز؟ طبعا أبرز الإنجازات ربما إذا بدأنا من السنة الأخيرة في قطاع القوانين، أصدرنا تجديد لائحة تدعيم الأغذية، وهذه كانت بالشراكة مع شركائنا في وزارة الصحة وبالتنسيق أيضا مع منظمة الصحة العالمية. كانت هناك بعض التوصيات بضرورة تدعيم بعض الأغذية
ببعض المغذيات لحفاظا طبعا لصحة الإنسان العماني. صدر قرار أيضا بمنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا لثبوت ضررها أيضا الصحي للإنسان. من آخر أيضا القرارات منع استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم. هذه فيما يتعلق بالقرارات، هناك أيضا بعض الإنجازات فيما يتعلق بالمواصفات. لدينا تواصل جيد مع مختلف المنظمات الإقليمية والعالمية في شان المواصفات الغذائية، وبالحديث عن هذا الأمر اشترك هيئة الدستور الغذائي اشتركت معنا في هذا المؤتمر، كان أحد أبرز المتحدثين في المؤتمر رئيس هيئة الدستور الغذائي، وكانت المحاضرة تتحدث عن المواصفات والتشريعات الغذائية. هناك طبعا أيضا رفع قدرات للعاملين في مجال الرقابة الغذائية، في مجال التحاليل. لدينا ولله الحمد مختبر، يعتبر مختبر متقدم، يحتوي على أجهزة متقدمة أيضا تستخدم في التحاليل المخبرية لضمان سلامة المنتجات المتداولة. نعم، يعني بالحديث عن المنتجات المستوردة على وجه التحديد وهي هاجس مجتمعي كبير، إلى أي مدى اليوم يحرص المركز أيضا على ضمان المنتجات الغذائية المستوردة دكتور؟ بلا شك طبعا، بالإضافة إلى المنتجات أو المنتجات المنتجة محليا، السلطنة كونها نوعا ما يعني دولة تعتمد كثيرا على الواردات، لدينا منظومة فاعلة في ضمان المنتجات المستوردة من خارج السلطنة، تبدأ باعتماد الجهات الرقابية في بلد المنشأ واعتماد المنشآت الغذائية أيضا في بلد المنشأ، اعتماد أيضا المختبرات الغذائية التي تقوم بعملية تحاليل وفحص الغذاء في بلد المنشأ، ثم تكون هناك مراحل أخرى يعني تعتمد على منظومة مستندات وشهادات صحية تصدرها الجهة الرقابية في بلد المنشأ. فهذا ما يسمى ما قبل المنفذ، يعني إجراءات ما قبل المنفذ. أثناء في المنفذ، سواء المنفذ البري، منفذ الحدود البري أو الجوي أو البحري، تحدث هناك إجراءات أخرى وهي التفتيش وسحب عينات من المنتجات بحسب منظومة معينة منهجية تم إعدادها من قبل مركز سلامة وجودة الغذاء بالتعاون مع المعنيين. يتم سحب عينات من كل المنتجات وإرسالها إلى المختبرات المعنية، ولدينا سلسلة من المختبرات طبعا، في مختبرات خاصة وفي مختبرات حكومية، يتم إرسال العينات لهذه المختبرات، يتم التأكد من مأمونية هذه المنتجات، ثم لاحقا يتم الإفراج إن كانت آمنة للاستهلاك، وإلا يتم اتخاذ القرار في يحدث أن يتم رفض الكثير من الإرساليات، يحدث أن يتم إتلاف أيضا الكثير من الإرساليات، يدخل إلى السلطنة فقط الإرساليات الآمنة. يأتي لاحقا دور زملائنا أيضا في قطاع البلديات، كونهم أيضا هم معنيين بالنقل والتخزين. حين دائما نقول للمجتمع معا لغذاء آمن، لأن مسؤولية ضمان مأمونية الغذاء تقع على عاتق الجميع، أن الغذاء ممكن أن يفسد في أي مرحلة من مراحل النقل والتخزين، وفي ذلك لابد من ضمان طبعا مأمونية هذا الغذاء بالتشارك مع هذه الجهود المتكاملة بين الجهات ذات العلاقة. نتحدث أيضا عن سياق آخر متعلق بالمتحدثين، ذكرت في حديثك أنه هيئة الدستور الغذائي واحدة من ضمن هؤلاء المتحدثين في هذا المؤتمر. إلى أي مدى حرصتم على وجود أيضا خبراء يعني يشار إليهم بالبنان في قطاع الغذاء بشكل عام؟ بداية المؤتمر تم تنظيمه بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس، هي طبعا منظمة محلية، ومع جامعة لافال الكندية، ومع المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، وهذا يعطي انطباع على أهمية إشراك المنظمات العالمية خارج السلطنة. وأيضا تم تنظيم بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الإقليمية والعالمية، منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أيضا هيئة التقييس بدول مجلس التعاون هيئة التقييس الخليجية، لدينا أيضا تعاون مع الاتحاد الدولي للعلوم وتكنولوجيا الأغذية، وزارة الزراعة الأمريكية أيضا كانت شريك معنا في تنظيم هذا المؤتمر.
المؤتمر حضروا مشاركين إجمالي 390 مشارك من 30 دولة، 70 متحدث، 47 ورقة عمل. ستكون هناك حلقة نقاش غدا إن شاء الله، ستكون هناك ورشة عمل. كل هذه الستة من 70 مشارك، 36 من خارج سلطنة عمان و24 البقية من داخل سلطنة عمان. هذا يعطي انطباع على اهتمام السلطنة بإشراك المجتمع الخارجي وبتقبل المنظمات لجهود السلطنة. الجدير بالذكر أن احنا أيضا كانت لدينا ندوة عمل خلال الأيام الماضية، اليومين الماضيين، واستقطبنا كل هذه المنظمات اللي ذكرتها في هذه الندوة. تجمع كان تجمع عربي لتوحيد الصف وتوحيد الرأي عند هيئة الدستور الغذائي. نعم نعم، يعني جهود طيبة وجهود جهيدة في هذا السياق. ذكرت في حديثك عن أهمية البحث العلمي في تعميق هذه القضايا، خاصة القضايا المعاصرة التي تواجه قطاع الأمن الغذائي والغذاء وسلامته بشكل خاص. نود أن نتحدث عن أبرز الدراسات التي قمتم بها في المركز كختام بهذا الحديث. نعم، هناك طبعا الكثير من الأبحاث نقوم بها بالشراكة مع الجهات المعنية، وطبعا أكثرها جهات أكاديمية مع الجامعات. لدينا حاليا أتوقع في حدود 10 أبحاث علمية، ربما أهمها دراسة مأمونية الروبيان المستزرع، لأن نشاط الاستزراع نشاط واعد. صحيح. لدينا الآن إنتاج جيد من الروبيان، ندرس مأمونية هذه المنتجات، ندرس أيضا خلو المنتجات السمكية من المعادن الثقيلة. لدينا أيضا دراسة مع جامعة السلطان قابوس فيما يتعلق بمنتجات الزراعة الأحيومائية. لدينا دراسة لدراسة متبقيات الأدوية في منتجات الحليب والبيض. لدينا دراسة أيضا للمواد الملامسة للغذاء، نتحدث عن أواني الطبخ وبالتحديد أقدار الضغط. ندرس مأمونية استخدامها أيضا. كلها قيد التنفيذ هذه دكتور؟ اللي ذكرتها الآن قيد التنفيذ، ولدينا خطط أيضا تقريبا حصلنا على التمويل سنبدأ فيها إن شاء الله على يمكن 2024. من أهمها ربما دراسة الحلوى العمانية، وإن كان بها أي احتواء لأي معادن ربما، يعني هي دراسة لتقييم المخاطر للحلوى العمانية. لدينا أيضا حاليا دراسة ربما يجب الإشارة لها، هي دراسة العمر الافتراضي أو فترة صلاحية بعض المنتجات منها حليب الإبل والأسماك الدهنية. جميل، والله عناوين شيقة. نتمنى أنه فعلا نستضيفك بعد انتهاء هذه الدراسات للوقوف عند نتائجها، لأنه بالفعل موضوعات تلامس بشكل كبير واقعنا ومجتمعنا المحلي. أنا أشكرك على حضورك الليلة دكتور حسين بن سمح المسروري، مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة. الله يخليك. شكرا. نتواصل معكم أيها الأحبة في المتابعة القادمة من برنامجكم من عمان، ابقوا معنا.
وتحية عامرة لكل من ينضم إلى متابعتنا الليلة في برنامجكم من عمان في ثاني متابعة. نتابع مشاهدينا تفاصيل اللقاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات يتعلق بالذكاء الاصطناعي وأبرز المستجدات العالمية وكيف يساعد الذكاء الاصطناعي مستقبل التعليم وتحسينه وتعزيز جودته. هذه التفاصيل برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا برئيس قسم إدارة واجهة البوابة التعليمي وزارة التربية والتعليم سعيد بن محمد بن عبد الله الوهيبي. مساك الله بالخير سعيد، نرحب بك في برنامج من عمان. مساكم الله بالنور في بيانه، وشاكر لكم هذه المساحة تتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم إن شاء الله. إحنا رح نبدأ من يوم الذكاء الاصطناعي، ماذا تم في هذا اليوم؟ لماذا نظمتم هذا اليوم للمستهدفين؟ هو فكرة، أساس الفكرة تنظيم يوم الذكاء الاصطناعي أتت تجسيد لتوجهات الدولة حول الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الرابعة. تم خلال هذه اللقاء تنظيم عدة محاور، وهذه المحاور كلها هدفت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم. الفكرة أتت لتجسيد أو باعتبارها كنقطة بداية وانطلاق للذكاء الاصطناعي على أرض الواقع في سلطنة عمان. نتحدث عن نماذج وصور أيضا من الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن المدرسة الذكية أو الافتراضية عفوا وألعاب الفيديو، نود أن تعطينا هذه التفاصيل. بالطبع، هي هذه تشكلت فرق في الفترة الماضية، تم افتتاح المختبر التقني برعاية معالي الدكتورة المقرة. في افتتاح هذا المختبر نأمل في احتضان جميع المبادرات من المجتمع التي تخص تقنيات الذكاء الاصطناعي. خلال هذا المختبر سيتم بإذن الله تعالى تصدير كل ما هو جديد إلى المجتمع وإلى الحقل التربوي وإلى الطالب، كل ما هو جديد وما يستجد بإذن الله بشكل مثل ما يقولوا متابعين أول بأول. يعني سعيد، إلى أي مدى اليوم فعلا الذكاء الاصطناعي يغير العالم وخاصة في التعليم؟ إلى أي مدى يساهم أيضا في تعزيز التعليم؟ تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم تلعب دور كبير في التعليم بشكل خاص. بالطبع، هو يعني هذه كانت أحد المحاور التي تكلمنا عنها في ورقة العمل المقدمة من اليونسكو، أنه مفهوم التعليم مثل ما ذكر الدكتور المتحدث كان يذكر عن تغيير التعليم أو مفهوم التعليم. التعليم ليس غرفة صفية، صحيح، ولن يبقى غرفة صفية ولن يكون هناك كتاب مدرسي. التعليم بمفهومه تغير إلى مرحلة ما أبعد من ذلك. الطالب الآن أصبح ذو مهارات، ذو معرفة أكبر من المدرس نفسه. في هذه التقنيات طبعا لا يوجد حدود في استخدامها، وخاصة في عالمنا هذا المتسارع الآن. صحيح. ولذلك أتى فكرة يوم الذكاء الاصطناعي بجمع القيادات في وزارة التربية والتعليم وإقرار مسارات سواء على مستوى التعليم أو على مستوى التربية. تعرفي التربية والتعليم متزامنان. بالضبط. طيب، في ورش، في حلقات عمل قدمت للمعلمين، نود أن نتحدث عنها. نعم، في هناك ورش قدمت للمعلمين، هناك فريق عمل الآن قائم، وتم تشكيل فرق عمل أخرى على مستوى المديريات وعلى مستوى التعليميات بالمحافظات التعليمية. هدف الفرق التعليمية أو الفرق المنظمة للذكاء الاصطناعي رسم إطار معين. مثل ما ذكرنا، التعليم أو الذكاء الاصطناعي إذا ما طبق في التعليم قد يأتي بمحاسن وبمساوئ. صحيح. فنأمل من خلال هذه الفرق المشكلة في وضع إطار محدد، بحيث نلزم الطالب، وهو ولو أن كلمة الإلزام أصبحت صعبة في هذه الأيام، ولكن على الأقل نرسم معالم اللي هي المنشودة من التعليم من خلال مؤسسات رسمية. يكون هناك فعلا تقنين، يكون في ضوابط معينة، يعني نقول بأنها تحيل الطالب من أنه يأتي بأنه يستخدم هذه التقنيات بشكل خاطئ. بما أنه تحدثنا عن التقنية وعن الذكاء الاصطناعي وسلاح ذو حدين بدون أدنى شك، نود أن نتحدث عن المخاطر. ما هي المخاطر هذه التقنية؟
المخاطر اللي هي يعني مثل ما نعرف أنه الذكاء الاصطناعي أصلاً مبني على ماذا؟ مبني على بيانات وإحصاءات. هو لم يخلق من العدم، ولا الإنسان حاول إيجاد الذكاء الاصطناعي بحيث يؤدي مهام معينة بديل الإنسان. ولكن ما نلاحظ قد تتطور الأمور وتروح وتذهب إلى ما أبعد من ذلك في إحلال بعض وظائف البشر، أو إحلال دور من أدوار سواء المعلم أو مدير المدرسة أو كذا. قد يكون هذا في المفهوم الجديد للتعليم، لكن أعتقد أن المعلم لروحه ولخصوصيته، ولا أيضا يعني قيمته وأهميته بكل تأكيد. ولكن هذا الذكاء الاصطناعي نقول بأنه يأتي بأفكار جديدة قد تكون اليوم خيال وأحلام، لكن هذه من معطيات الواقع سعيد بكل تأكيد. أود أن أتحدث عن اليوم الذي نظمتموه، ماذا خرجتم به؟ طبعا في كان عدة أوراق عمل قدمت. كان في ورقة من وزارة الأخوان بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تحدثوا أيضا عن التعليم وما دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أو تطوير البيئة التعليمية. كذلك كان في ورقة للمدير العام لتقنية المعلومات عن التطبيق العملي أو استقطاب بعض التقنيات التي إما طبقت ستوفر بعض من الجهد. جميل. وذلك على شكل مثل ما نقول أمثلة، وليس مثل تسطير على أرض الواقع. كان في ورقة أخرى من اليونسكو تكلمت عن موضوع مهم جدا، وهو هذا ما نتكلم عنه في السلبيات، خلينا نقول الإخلاقيات أو إطار الإخلاقي. في ورقة أخرى كانت أيضا من اليونسكو تكلمت عن الأخلاق في الإطار المهني. وكل هذه تم مناقشة هذه الأفكار بعد الأوراق العمل. الجميل في الأمر أن جميع الإدارة والقيادات العليا أيقنت بضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي والأخذ ببعض المفاهيم وتطبيق ما هو جيد وتسييره في الاتجاه الصحيح. وهذه طبعا جهود تتواءم مع رؤية عمان 2040 تدفع بالتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بكل تأكيد. بكل تأكيد. وهذه إشارة كان إلى نطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم في 23 فبراير 2020. نعم. أشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي وتمكين التعليم بالتقنيات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية بما يتناسب مع الوضع القائد. كلنا يعني ماضون لترجمة هذه الخطابات على أرض الواقع من خلال الجهود التي نقدمها كل في مجاله وحسب إمكانياته وأدواته. أتحدث أيضا عن هذا اليوم وعن أيام مثيلة، هل هناك خطط لأيام قادمة، لورش قادمة للمعلمين أيضا في تعزيز استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المحاضرات التعليمية؟ نعم، هناك عدة فعاليات ستقام. سيكون رقم واحد هي الفعاليات في المقام الأول، ستكون هناك فعاليات مختلفة عن الذكاء الاصطناعي على مستوى تعليميات المحافظات. جميل. ستكون في هناك ورش تدريب للأقران، سيكون مدرب للمتدربين. فنأمل من خلالها التطبيق الجيد وتحسين مسار التعليم عن طريق هذه الأدوات وتقليل التكلفة والوقت. ثانيا سيكون هناك بعض الفرق التي ستشكل على مستوى المحافظات لاستقطاب واحتضان المبادرات التعليمية. ستكون أيضا هناك مسابقات في الأيام القادمة عن الذكاء الاصطناعي، وتكون على مستويين، مستوى الطالب ومستوى المعلم، وبذلك الوزارة تدعم المجتمع بما ينتج من المجتمع نفسه. بكل تأكيد، يعني كما نتابع أيضا عبر الشاشة مقتطفات من ما تم في هذا اليوم، بالفعل في إقبال من قبل الحضور في وإيمان كبير بأهمية تعميق استخدام هذه الوسائل التقنيات بشكل عام في البيئات التعليمية. بما أنك اليوم أيضا ترأس قسم إدارة واجهة البوابة التعليمية، نستثمر وجودك نتحدث عن البوابة التعليمية وأبرز ما أضيف مؤخرا في هذه البوابة. والله نحن يعني خلينا نقول البوابة إن شاء الله قدمت في الأيام الماضية ما يتناسب مع ذلك العصر.
نعم. والآن ماضون في عملية هندسة الإجراءات. جميل. وستكون هناك بالتعاون مع الأخوة في وزارة النقل من ناحية التشريع. سنخرج بشيء جديد ونظر ذلك للمفاجآت يعني. كل التوفيق لكم، كل التوفيق لكم، شاكرين لكم وجودكم الليلة في برنامج من عمان للحديث عن يوم الذكاء الاصطناعي. شكرا أخي سعيد بن محمد بن عبد الله الوهيبي، رئيس قسم إدارة واجهة البوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم بالمديرية العامة لتقنية المعلومات. شكرا جزيلا. شكرا لك يا أختي. الله يخليك. نتواصل معكم أيها الأحبة في برنامجكم من عمان بعد الفاصل، ابقوا معنا. نتواصل معكم بكل محبة في أمسية الليلة برنامجكم من عمان والحديث مشاهدينا في المحطة الأخيرة عن مختبرات منجم التي تأتي لتبسيط الإجراءات الحكومية إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية في تحسين إجراءات الخدمات ورسم الصورة المستقبلية للخدمات الحكومية. تفاصيل مختبرات منجم برفقة ضيفتنا الكريمة. نرحب باسمكم مشاهدينا برئيسة قسم تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة العمليات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بدرية بنت عبد اللطيف الزجالية. مساء الخير عزيزتي بدرية، نرحب بك في برنامج من عمان. مساء النور، أهلا وسهلا. رح نبدأ الحديث عن مختبرات منجم، وما المميز في هذه المختبرات؟ نعم، بالنسبة لي مختبرات منجم هي إحدى مبادرات مسار تميز في برنامج التحول الرقمي الحكومي للفترة من 2021 إلى 2025. فكرة المختبرات تقوم على تمكين المؤسسات الحكومية من مراجعة إجراءات الخدمات المقدمة، ليس فقط من منظور الجهة المقدمة للخدمة وإنما جميع الجهات المشتركة في إنجاز هذه الخدمات. وأعتقد أنه الميزة هنا بكل تأكيد. طيب، أهداف هذه المختبرات بشكل عام لو نبرزها للمشاهد الكريم. نعم، من أهم أهداف المختبرات رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بحيث توصل للمستفيد بأقل التكاليف وأسرع الطرق. أيضا من أهدافها رفع المهارات وصقل المهارات في مجال تحليل الأعمال. المشارك من الجهات الحكومية في منجم يطلع على آلية تبسيط الإجراءات، فبالتالي ممكن الاستفادة منها لما يرجع لجهة عمله وأنه يكون محلل أعمال. أيضا توحيد معايير تبسيط الإجراءات، نتفق على معايير وأسس متينة في تبسيط الإجراءات، ومنها أنه نقلل التدخل البشري في الخدمات المقدمة. أيضا نشجع موضوع تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، عوضا عن أنه نطلب من المستفيد يرفق مستندات ممكن الجهات الحكومية تأخذها من الجهات الأخرى المشتركة طبعا وتتبادل هذه البيانات وبالتالي تسهل على المستفيد. كذلك أيضا تقليل التكاليف المادية في عملية تبسيط الإجراءات، لما تكون دراسة المختبرات من منظور أكثر من جهة في مختبر معين تكون التكاليف أقل عوضا عن أنه كل جهة تدرسها بشكل منعزل. فهذه طبعا أيضا المشاركة المجتمعية حاضرة عندنا في منجم بشكل كبير. ممتاز، وهذا ما عهدناه في هذه المختبرات أو حتى ما سبق هذه المختبرات من عمل وجهد دؤوب من مختلف المؤسسات. أود أن أتحدث عن المرحلة الأولى قبل ما أدخل في المرحلة الثانية التي بدأت بالفعل
في مايو. نود أن نتحدث عن المرحلة الأولى، الخدمات، المشاركين من الجهات المختلفة. نعم، بالنسبة للمرحلة الأولى بدأت في يناير لحد مارس من بداية هاي السنة. جميل. واستهدفنا فيها 118 خدمة. طبعا المخرجات كانت أفضل من المستهدفات، وصلنا إلى 145 خدمة الحمد لله. جميل. طبعا الجهات الحكومية كانت 12 جهة حكومية مالكة للخدمات، وأكثر عن 12 خدمة حكومية داعمة لتقديم هذه الخدمات. من الجهات الحكومية اللي شاركت معنا في المرحلة الأولى وزارة العمل، هيئة البيئة، غرفة تجارة وصناعة عمان، وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار، شرطة عمان السلطانية كانت أيضا حاضرة بقوة كداعم للخدمات، وغيرها أيضا من الجهات الحكومية. طبعا أوجه لهم تحية وشكر لمشاركتهم. نتحدث عن 145، يعني عدد كبير قياسا على أيضا يعني حداثة مختبرات منجم على وجه التحديد. أود أن أتحدث عن مراحل العمل في تبسيط الإجراءات في المختبرات، كيف تتم بالعادة هذه المراحل البدرية؟ نعم، سؤال جدا مهم، وأتوقع هذه فرصة نوضح كيف آلية المختبرات، العمل الفعلي في المختبرات. بالضبط. طبعا المراحل الأساسية في المختبرات هي 4 مراحل. المرحلة الأولى يتم دراسة الوضع الحالي للخدمات، كيف المسار الحالي للخدمات، إيش هي التحديات، سواء من ناحية الجهات الحكومية وأيضا من ناحية المستفيد الخارجي. طبعا منظور المستفيد الخارجي يختلف عن الجهات الحكومية أو الموظفين. أحيانا تكون الجهة مثلا على سبيل المثال متوفرة في الموقع الإلكتروني، بس المستفيد لما نجلس معاه نكتشف أنه أصلا لما يروح الموقع حتى ما يعرف من وين يحصل الخدمة. فهنا الوصول حتى للخدمة أحيانا ما يكون سهل. صحيح. فنظرة المستفيد جدا مهمة، فهذه تكون في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية رسم الصورة المستقبلية، وهنا يأتي التغيير. طبعا في الصورة المستقبلية نأخذ في الاعتبار التغيير في الإجراءات وتحويلها أيضا إلى مرحلة أو استخدام التقنيات فيها، أيضا يتم فيها أيضا تحدي أو تعديل حتى في اللوائح والتشريعات والقوانين إن أمكن ذلك. أيضا كذلك أيضا الأخذ في الاعتبار موضوع التسعير، وعندنا فريق شغال من وزارة المالية فيما يخص الجانب المالي أيضا موجود في منجم. المرحلة الثالثة ضبط الجودة، وهي بعد ما يتم تحسين الوضع الحالي للخدمات والخروج بصورة مستقبلية يقوم فريق مختص بزيارة المختبرات والاطلاع على ما تم تحسينه، وأيضا إعطاء الملاحظات للتأكيد ومزيد من التحسين. المرحلة الرابعة تكون هي مرحلة الاعتماد الأولي، واللي هي تسبق مرحلة اعتماد رؤساء الوحدات اللي كانت اليوم للمخرجات المرحلة الأولى. جميل. نعم. جميل. يعني ذكرتي في حديثك وأكدتي على المشاركة المجتمعية وعلى أثر المشاركة المجتمعية. أود أن أتحدث عن صور هذا التشارك، كيف تم، بالإضافة على أثره على وجه التحديد على منجم. نعم، المشاركة المجتمعية طبعا هي من أهم النقاط في منجم، واللي يميز منجم مثل ما ذكرنا. عندنا فريق شغال يهتم بهذا الجانب. المشاركة المجتمعية تتم عن طريق رصد التحديات في الجهات نفسها، يزوروا الجهات الحكومية، يستمعوا للمستفيد، ياخذوا هذه الملاحظات ويرسلوها لنا في منجم عشان ناخذها في الاعتبار. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي يتم أيضا عرض الخدمات المستهدفة، وأيضا تحديد مواعيد مع المستفيد من الخدمة. فإذا هو حاب يحضر منجم ويشاركنا المناقشات يكون أيضا موجود في منجم، وهذا نحن نشجع له كثير، لأنه نحن نريد المستفيد يكون حاضر في منجم ويقولنا أنا عندي هذا التحدي في هذا الخدمة وأتمنى أنها تتحسن بهذه النقاط مثلا. فوجوده أيضا في منجم هذا جدا مهم، والحمد لله في المرحلة الأولى كان عندنا أكثر عن 50 مشارك من المشاركة المجتمعية حاضر، طبعا أفراد وقطاع أعمال. وفي المرحلة الثانية أيضا نفس الشيء، المشاركة المجتمعية، بل أنه تعدى الموضوع وصار أيضا في أفكار أخرى أنه إن شاء الله قريبا رح يصير منجم مصغر، يبدأ تقريبا في ولاية صحار. جميل. يعطي فكرة عن منجم، يأخذوا مجموعة من الخدمات يحسنوها علشان يقربوا الصورة أنه إيش منجم، إيش ممكن يسوي منجم. جميل. نعم. جميل. يعني المؤسسة الحكومية ذكرتي المرحلة الأولى كان فيها 12 جهة تقريبا، هي 12 جهة مالكة ولكن أكثر عن 12 جهة داعمة للخدمات، فالإجمالي يكون أكثر عن 20 جهة تقريبا. طيب ما مدى تعاون الجهات الحكومية وإقبالهم على أيضا مختبرات منجم بشكل خاص؟ نعم، صراحة من أهم الأمور اللي هي حضور الجهات الحكومية. يعني نحن في منجم لو عملنا منجم الجهات الحضورية مثل الجهات الحكومية مثل ما ذكرت، إذا ما كانت حاضرة الهدف ما رح نوصل له. فالجهات الحكومية جدا متعاونة وأبدت استعدادها،
أيضا في جهات حكومية، لأن احنا في كل مرحلة عندنا مجموعة من الخدمات المستهدفة. المختبرات في كل مرحلة في نفس الوقت تشتغل 5 مختبرات. الجهات الحكومية كانت تتواصل تريد تدخل منجم، فكنا نقولهم يعني بعد هالفترة ممكن في المراحل القادمة بحكم المحدودية في العدد وكذا، بس كانوا جدا مؤمنين بأهمية وجودهم في منجم، وأيضا دائما هم يسعوا للتحسين، وهذا من أبرز النقاط في برنامج التحول الرقمي، أن احنا دائما نحسن خدماتنا. جميل. نعم، يعني المرحلة الثانية تحدثنا عن المرحلة الأولى والخدمات التي قدمت والجهات التي شاركت في المرحلة الأولى، نود أن نتحدث أيضا عن المرحلة الثانية ومختصر. نعم. للمشاهد الكريم عنها. نعم، المرحلة الثانية مثل ما تفضلتي بدأت في مايو. طبعا في هاي المرحلة عندنا 5 مؤسسات أساسية مشاركة فيها: وزارة الطاقة والمعادن، الإسكان والتخطيط العمراني، هيئة البيئة، المجلس الأعلى للقضاء، أيضا وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. فيها الخدمات أيضا مثل ما ذكرنا أنه مستهدفين مجموعة من الخدمات المالكة والداعمة، والحين خلصنا تقريبا حزمتين، نحن في الحزمة الثالثة. في الحزمتين خلصنا 45 خدمة، وإن شاء الله في هذا بداية هذا الأسبوع بدينا ب 13 خدمة، وإن شاء الله متوقع تنتهي في الأسبوع القادم. جميل. أبرز هذه الخدمات وأبرز هذه الجهات المشاركة في المرحلة الثانية بالتحديد بدرية. أيوة. نعم، عد مثل ما خبرتش أنه عندنا المجلس الأعلى للقضاء متمثل في الادعاء العام، وأيضا خدمات خاصة بالوكالات من كاتب العدل، أيضا في الخدمات الخاصة بالمشاريع التطوير العقارية والإعلانات عنها، أيضا في خدمات خاصة بوزارة النقل والاتصالات مثل التصاريح الخاصة بالرحلات البحرية والمخالفات البحرية وغيرها من الخدمات. الفترة الزمنية لكل مرحلة كم تكون تقريبا؟ عادة هي تكون 3 أشهر لكل مرحلة. في كل حزمة ناخذ تقريبا 2 أسبوع، والحزمة تتضمن ممكن يكون 4-5 خدمات حسب ارتباط هذه الخدمات. جميل. وكيف يتم المفاضلة أيضا بين جهة وأخرى في ما يتعلق بالمشاركين بدرية؟ نعم، طبعا بالنسبة أول شيء للخدمات يتم أيضا من ضمن المشاركة المجتمعية الاستماع للمستفيد ورأيه في إيش التحديات أو إيش الخدمات اللي يفضل أنها تكون في منجم، هذا واحد. الشيء الثاني أيضا نستمع للجهات الحكومية ومدى حاجتها ومدى الخدمات المعقدة عندها واللي محتاجة تبسيط، فيتم هذا أيضا من خلال التواصل مع الفريق المختص وتحليل هذه الخدمات ومن ثم تدخل إلى منجم. جميل. يعني بعد ختام المرحلة الأولى وأنتم في قيد المرحلة الثانية، كيف تبرزي للمشاهد الكريم نتائج مختبرات منجم بشكل عام كختام لهذا الحديث؟ طبعا بالنسبة للمرحلة الأولى ذكرناها 145 خدمة تم تبسيطها بالحمد لله رب العالمين. الحين نحن اليوم كان اللقاء من رؤساء الوحدات الحكومية للاستجابة لهذه التحسينات، وإن شاء الله راح تكون المرحلة القادمة اللي هي وضع الخطط التنفيذية لهذه الخدمات، والمتوقع إن شاء الله على نهاية الربع الأخير من هذه السنة نرى بعض التحسينات والإجراءات لبعض الخدمات المستهدفة، وإن شاء الله توصل للمستفيد، بس نتمنى أنهم أيضا يشاركونا في ملاحظاتهم ويشرفونا أيضا قدر الإمكان في منجم. كل التوفيق لكم، شاكرين لكم وجودكم الليلة على هذا الحديث الثري والممتع حول منجم بدرية بنت عبد اللطيف الزجالية، رئيسة قسم تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة العمليات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. والشكر الدائم موصول لكم مشاهدينا الأحبة، أنتم ضياء هذه الليالي في برنامجكم من عمان، بمتابعتكم الطيبة وحرصكم أيضا على المتابعة بشكل يومي من 9 وحتى 10. نلتقي بإذن الله مجددا غدا في أمسية جديدة نعكس فيها تفاصيل هذا العمل الوطني في مسارات العطاء الوطني لعمان الغالية. تقبلوا منا أجمل التحايا، هذه تحية المخرج إبراهيم الشريقي، إلى اللقاء.